شهدت 3 مستشفيات بمدينة كفر الشيخ توزيع 600 وجبة غذائية من خلال مبادرة سبيل ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وأوضحت مهيتاب مجدي نائبة منسق مؤسسة حياة كريمة بكفر الشيخ أنه تم استهداف المستشفيات ذات الكثافة العالية، وأشاد المستفيدون بتلك المبادرة. دينا النهاردة ضمن مبادرة سبيل بنوزع وجبات جاهزة على أهلنا المرضى وأسرهم. معانا حوالي 600 وجبة، هنكون موجودين في مستشفى كفر الشيخ الجامعي وفي مستشفى الحميات وفي المستشفى العام في وحدة غسيل الكلوي. احنا بنستهدف المستشفيات ذات الكثافة العالية، ده ضمن مبادرات حياة كريمة اللي دعم الفئات الأكثر احتياجا. تفقدنا الأقسام المختلفة لمستشفى الجامعة، والحقيقة طبعا يعني الوجبات الساخنة اللي تم توزيعها على المرضى وزويهم دي رسالة قوية جدا من الدولة المصرية بتقول للبسطاء وذوي الاحتياجات والأولى الأسر الأولى بالرعاية أن الدولة المصرية معاهم في كل مكان، سواء في قراهم أو نجوعهم أو حتى في أماكن تلقي الرعاية الصحية. رسالة قوية جدا، بنشكر مؤسسة حياة كريمة عليها. الناس قايمين بواجباتهم مظبوطين خالص معاهم ومتعاطفين معانا، واحنا بنشكر مبادرة سيادة الرئيس على الواجبات اللي هو وزعها للناس للمرضى ديت، دايما برفع من معنوياتهم وربنا يسدد في خطاه. أنا شاكر لحياة كريمة إن هي شرفتنا، لأنها دايما وأبدا تقوم بخدمات جليلة وعظيمة للشعب المصري، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ مصر وشعبها وقائدها ويحفظ الجميع بإذن الله تعالى.